العصر نجي نحضر الفواكه والمعين والخبطة اللي نسويها للزبان وكل أكل. فهي الأكلة مفضلة وأكلة شعبية خاصة بحلة، يعني هي البقلاوة والدين الحر والفواكه وكل محتويات الفواكه. هذا الماعون، جيب أولا من نقع الماعون، هذا النفر واحد، نجهز اللحم به، لحم مقطعة نحضر على الماعون، اللحم الرأس والمخ واللسان وكل ما يحتوي الفاكهة والقرآن واللسان، هذا اللسان وهاي الرجلين وهذا المخ، راح ننقع بالتشريب، وهذا الدهن اللي هو الدهن الصافي هو دهن الفاكهة. هذا جهز معون كامل. اهلا وسهلا قناة الشرقية، رحب بكم. جيتوا على اكلاتنا البسيطة اللي موجودة بالحلة، اللي هي اكلة الباكة، مشهورة بها الحلة، صار سنين من الزمان تتردد عليها كل الناس، اكلة طيبة واكلة خفيفة من الاكلات الشعبية الشائعة بالحلة واللي عليها اقبال، يعني بحيث انه الناس حتى تاخذ لبيوتها، لأن أكلة طيبة ورخيصة ونعتبرها صحية، كل الصفات الحلوة بهذه الأكلة. بداية الأمر كانت بدايتنا، يعني كانت بداية كانت صغيرة، وحسينا بأنه إقبال علينا العوائل، أكثر العوائل العراقية، وبدأ الإقبال، شفنا يعني مو بس إقبال محلي، كان إقبال يعني باقي المحافظات قاموا يطلعوا عنا، بدينا نقدر قدرنا نطور من شغلنا، وقدرنا بعدين نوسع مشروعنا أكثر من مرة وسعناه، وإن شاء الله بعد عندنا توسيع ثاني، بأنه تمتاز هذه الأكلة أكلة شعبية تراثية محافظة على تراثها، رغم ما بأنه هي أكلة قديمة، بس نشوف إحنا أكثر يمكن العوائل والشعب الحلي بأنه يرغب لهاي الأكلة باعتبارها أحد الأكلات الشعبية العريقة. لما في هذه الأكلة من تاريخ وحضارة وتراث، معظم الشعب العراقي يحب الأكلات اللي باقي متوارثة من الآباء إلى الأجداد، هي البرياني، الدولمة، الباكة، المزقوف، ومن ضمنها الباكة. الباكة أكلة لطيفة جدا متميزة، نقوم باهتمام وتحضيرها بجهد نظيف جدا. الباكة ناخذها مع القلي حصرا، لم يدخل السواد فيها، ما يدخل بها لحم الصخر نهائيا، ونعدها إعداد لطيف، وناخذها من المجزرة اللي هي خاضعة لرقابة صحية دقيقة جدا، ونهيئها ونعدها إعداد كامل. أكلة طيبة، يعني الشباب تلتهم تجي هنا، يعني وبالخصوص الناس القدامى يعرفون شنو طعم الباكة ومعنى الباكة بالنسبة لها البابل. واحنا يعني الشباب هذا الجيل هسه اللي استوى صاعد، فيعني قريبا شوي شوي بدي يميل لهذا الموضوع، الاكلات الشعبية بخصوص مثل الباكة وما شابه، يعني ضمن الاكلات الطيبة. يعني الشاب من يجي ياكل باكة يرجع مرة ثانية نفس الطبع على الباكة.